مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بوصفة جديدة من حياة هوم كوكينج تشانل. وصفة اليوم هي تارت على توت أو بلاك بيريز تارت. نحنا بموسم التوت وهالموسم كتير سريع ما بيضاين يعني أشهر ماكسيموم شهر منلاقي التوت اختفى من السوق. فلما وصلوني هالتوتات البلاك بيريز قلت أنا لا لازم مش بس ناكلهم هيك كفواكه لازم أعملهم شي مميز. دغري خطر عبالي تارت على توت فأكيد نفذت يلي براسي وعملت تارت على توت وإجاني ضيوف وضاقوا ولاقوها كتير طيبة وعائلتي لقتها كتير طيبة. بنصحكن جربوها قبل ما يخلص موسم التوت. في عندي الكريم باتيسير قدمتها بوصفة سابقة، إذا حابين تعرفوا كيف رح نعمل كريم باتيسير لأنه هي أساس التارت رح أوضع اللينك بالديسكريبشن بوكس. يلا سوا على المطبخ حتى نشوف كيف رح نحضر هالتارت الطيب. رح نطبخ التوت، عشان هيك رح نبلش بتجهيزه هو والصلصة حتى يبردوا نقدر نوضعهم على التارت. لازم يكونوا باردين. عندي 400 جرام من حبات التوت الغير شكل، شوفوا من الحب اسم الله، يعني حبتهم كبيرة دسمة ولونهم رائع رائع جدا. شفتوا ما معي حق أعملها تارت. دغري على الجاد حتى نغسلهم. نحن عم نغسل التوت ما بدنا نخبصهم أو نكسرهم بضغط المي، فشوي شوي منغسلهم بطريقة ما نكسرهم. أكيد بدنا نوضعهم بمصفاية وننطرهم حتى ينشفوا من المي. لازم نشيل العنق اللي طالع منه، بنمسك الحبة وبنبرمها هيك بهالشكل من دون ما نضغط عليها، بتنشيل لحيلها بكل سهولة. رح شيلهم كلهم. شو بدنا لتحضير التوت؟ بدنا كوب من السكر ونص كوب من المي ونص عصير حامضة. بكسرول على نار وسط بنزل المي مع السكر وبنزل عصير الحامض، برجع بنزل 3 ارباع كمية التوت، ما بنزلهم كلهم، بخلي ربع الكمية على جنب. هلأ بنعرف ليه. بننطر حتى يغلو، بخفف النار وبتركهم يغلوا حوالي 10 دقايق. من بعد 10 دقايق بنزل الكمية اللي باقية، بطفي النار وبتركهم يدبلوا يستووا على حرارة المزيج الأول. هيك بنحافظ إنه في عنا حبوب بتضلها كاملة، ممكن لأنه الحبات تستوي كتير تبطل ظاهرة كتير، هيك بتضل عنا حبات كبيرة وحلوة كتير. بس إذا لاحظتوا بقيت حبة التوت مثل ما هي، ما في حبة تكسرت أبدا قد ما نوعيتهم حلوة كتير. فإذن من بعد 5 دقايق 10 دقايق قد ما بدكم شلتهم على جات إزاز، مش جات بلاستيك أكيد. والصلصة يلي بقيت صفيتها ورجعت حطيتها بكسرول، بدي ارجع اغليها حوالي 5 دقايق حتى يتكثف المزيج ويصير صلصة كتير طيبة. من بعد ما غليتها 5 دقايق هيدي النتيجة، نتيجة رائعة، صلصة رائعة كتير طيبة. هيدي كثفتها، ما بدنا اكتر من هيك. رح اترك التوت والصلصة تيبردوا تماما حتى نقدر نستعملهم هن وباردين. نبدأ بتحضير التارت. مقادير التارت رح تقطع قدامنا، بدنا 2 كوب من الطحين لجميع الاستعمالات، بيضة بحرارة الغرفة، 200 جرام زبدة، ربع كوب سكر، فيكن سكر بودرة أو سكر عادي 2 بيمشوا، رشة من الملح. الزبدة مش ضروري تكون بحرارة الغرفة، رح أقطعها بس هيك مكعبات صغيرة حتى يسهل علي مزجها مع الطحين. بجاط إزاز بنزل الطحين، أكيد الطحين بيكون منخول، مع رشة الملح. برجع بنزل الزبدة، بدي أمزجهم كتير منيح مع بعض حتى يصيروا مزيج واحد. الزبدة تغلغلت بقلب الطحين، هلأ بزيد السكر، بخفق شوي البيضة لحيلة قبل ما زيدها فوق المزيج، وبنزلها فوق الطحين والسكر والزبدة. بخلطهم مع بعضهم بإيدي، مش بحاجة لمضرب يدوي أو مضرب كهربائي. دغري العجينة رح تطلع. الكمية بتعطيني تارت قياس الصينية 25 سنتي. العجينة لازم تكون طرية ولزجة، ما بزد لطحين أبدا.
من بعد ما امتزجت كتير منيح مع بعضها شوفوا كيف بتطلع، بتحسوها عم بتدبق شوي بس ما بتلزق بالإيد. وضع على ورق نايلون خاص للطعام، مسكر عليها، فوتها على البراد لتسقع شوي. شلت الكفوف لأقدر أحملها لأنه الكفوف كلهم زبدة، هيك بحملها من دون ما تنتلي الورقة زبدة، دخلها على البراد حتى تسقع حوالي نص ساعة أو أكتر مثل ما بدكم. من بعد ما سقعت شلتها من البراد وراح أفردها على قياس الصينية اللي عندي. يعني قد ما في شوف طرية العجينة اضطريت انقلها بهالشكل، وعم برجع بزبطها هي بقلب الصينية. هيدي العجينة كتير طرية، يعني بدنا ننتبه انه دغري رح تطرى في حال شلناها من البراد، ما بتاخد وقت لتطرى. رح ارجع فوتها على البراد حتى تجمد لانه احسن تنحط بالفرن تكون بعدها جامدة. تركتها نص ساعة بالبراد، رجعت شلتها وهلأ بالشوكة مثل ما عم بتشوفوا بغرز الشوكة بكل المطارح بقلبها. برجع بحط ورقة زبدة، بنزل عليها شي تقيل، أنا عندي حبوب الفول مخصصتهم للتارت، هالشي ضروري نسويه حتى ما ترتفخ عجينة التارت. كل ما بدي أعمل تارت بحطهم اللي زيتهم، برجع لما يبردوا برجع بضبهم بالكيس، بضاينوا فترة طويلة. يعني الفرن لازم يكون حامي ل 170 درجة، بضاعة بالفرن بس ما تبلش ترافع شوي يحمروا بشيلها، حيلا شي حطيتوه عليها بتشيلوه. هلا ضمننا انه العجينة ما رح تطلع خلص، برجع بحطها بالفرن وبتركها حتى تحمر أكتر شوي حوافها. أخدت معنا ربع ساعة بقلب الفرن من بعد ما شلنا الحبوب عنا، هيك لازم يكون لونها مش أكتر من هيك. بدنا ننطرها حتى تبرد تماما لنقدر نشيلها من القالب لحتى تكون متماسكة، لأنه إذا كانت سخنة ممكن تتكسر بين إيدينا. ننطر تتبرد منشيلها منوضعها بجات التقديم. يعني لو كانت سخنة بهالحركة كانت تكسرت، بس لأنها باردة تماما ما صار لها شيء. مثل ما عم بتشوفوا حطيتها بجات التقديم، كريم باتيسيير بالبراد سقعت تماما، بحركها مثل ما عم بتشوفوا. والعيار كله اللي عملته رح نزله كله على هالتارت. فيديو لكريم باتيسيير صار موجود على تشانل، إذا حابين تشوفوا كيف عملتها رح أوضع اللينك بالديسكريبشن بوكس. كريم باتيسيير هي أساس التارت، دايما نعمل هالكريمة حتى نضعها قبل ما نضع أي نوع من الفواكه فوقها. من مدها مثل ما عم بتشوفوا على كل التارت، وأكيد التوت أو البلاك بيريز بردوا كتير منيح وصار فينا نضعهم عليها. إذا كانوا سخنين أو فترين انطروا بعد شوي، ما تحطوهم هن وفترين. رح نزل كل حبات التوت اللي عملناهن ال 400 جرام كلهن على هالتارت هيدي. هيدي هي كل الكمية، بوزعهن مزبوط على الكريمة وعلى التارت، حد بعضهم يكونوا الحبوب مش فوق بعضهم، وشوي بكبسهن على الكريمة حتى يهدوا عليها. وبرجع الصوص اللي عملناها، هي هي مرقها عليهم قد ما بدكم، بتحطوا هيدا على ذوقكم. كتير كتير طيبة هالصلصة هيدي، لأنه هي مثل كأنها عصير التوت صارت. قد ما بدكم بتحطوا، والباقي بتخلوه بكاسة على جنب، إذا حدا بده زيادة على القطعة يلي بصحنه بصير بحط.
وهيك تارت التوت أو تارت البلاك بيريز خلص، صار جاهز إنه يتقدم، بس أفضل إنه يتسقع شوي بالبراد. إذا حبيتوا هالوصفة ما تنسوني باللايك شير وسبسكرايب، ما تنسوا تفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديدة من حياة هوم كوكينج. تارت مميز جداً باللون بالطعمة، ما منلاقيه بالسوق أبدا، هيدا مش موجود بمحلات الحلويات، على القليلة عنا بلبنان، ما بعرف برا إذا بيعملوا تارت على توت. عشان هيك قبل ما يخلص الموسم جربوه، لأنه أكيد رح تحبوا، يعني ياريت فيني وصلكن تدوقوها. ليلي بحب صلصة التوت الزيادة منحط له بصحنه، عليها حدا مثل ما بدكم. أول قطعة راحت لأول شخص، هلأ تاني قطعة بدن عليها صوص زيادة، أكيد رح نحط مثل ما بدهم، فكل واحد بيحط قد ما بده وقد ما بحب. وألف صحة وهنا على قلوب يلي أكلها، وألف صحة وهنا على قلوبكن إذا رح تعملوها ورح تنفذوها وتدقوها. وأخيراً إجا دوري، هيدي القطعة لإلي وأنا لازم دوق تقلكن النتيجة يلي شكلها بيحكي عنها من دون ما أنا أحكي. مين ما بحب التوت وهالفواكه الطيبة، كيف إذا كانت بالحلو؟ طعمة ولا أروع. فيديو اليوم انتهى، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالوصفة الطيبة. بشكركن كتير على المشاهدة والمتابعة، وبشوفكن بفيديو جديد قريباً جداً. باي باي.